السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنشرح ونحل تدريبات يونت 3 الوحدة الثالثة الدرسين الأول والثاني من كتاب بيت باي بيت ترم أول 2025. Let's get started. يونت 3 وحدتنا الثالثة بعنوان Vacation Plans. Vacation Plans يعني خطط الأجازة. هنبدأ من page 101 صفحة 101 lesson 1 الدرس الأول let's go quad biking on Tuesday. هيا نذهب لركوب الدراجات الرباعية في يوم الثلاثاء. نقرأ مع بعض الفوكابيولاري المفردات ومفرداتنا النهاردة عن الأكتيفيتيز الأنشطة. هنا في بعض الأنشطة اللي ممكن أقوم بيها لما أكون في vacation في أجازة. يزور المتحف visit the museum visit the museum visit the museum. يلتقط صور take photos take photos. البي والاتش بتدينا الفا ساوند صوت حرف الاف take photos take photos. متحف قصر المانيال the manial palace museum the manial palace museum the manial palace museum. يركب دراجات رباعية في الصحراء go quad biking in the desert go quad biking in the desert. وادي نموذج للدراجات الرباعية وسيارات السباق وكده. طيب go quad biking in the desert السيارات الرباعية ليها أربع عجلات. okay go quad biking in the desert يركب دراجات رباعية في الصحراء. يركب قطار الرعب في الملاهي ride on a roller coaster ride on a roller coaster ride on a roller coaster. يتسلق مأذنة باب زويلة climb the باب زويلة من ريت climb. يتسلق البي هنا silent ومن ريت يعني مأذنة climb the باب زويلة من ريت climb the باب زويلة من ريت. يستكشف الأسواق يروح الأسواق الشعبية ويلف فيها يستكشف الأسواق اسمها explore the souks explore the souks explore the souks. نقول تاني الاكتيفيتيز يزور المتحف visit the museum يلتقط صور take photos متحف قصر المانيال the manial palace museum. يركب دراجات رباعية في الصحراء go quad biking in the desert. يركب قطار الرعب في الملاهي ride on a roller coaster. يتسلق مأذنة باب زويلة climb the باب زويلة من ريت. يستكشف الأسواق explore the souks. other words كلمات أخرى أجازة vacation vacation T-I-O-N بتدينا الساوند شن vacation. لما لا why don't we why don't we. مشروع مدرسي school project school project. يبدو شيق look interesting look interesting. الملاهي the theme park the theme park the theme park. غروب الشمس the sunset the sunset. خارج outside outside. قمة top top. مثل ماذا like what like what. page 102 صفحة 102 في adjectives صفات متحمس بخصوص excited about excited about. شيق أو رائع interesting interesting. صعب difficult difficult. رائع cool cool. عظيم great great. conjugation of verbs تصريف الأفعال present مضارع وباست ماضي. يزور visit زار visited visit visited. يصل arrive وصل arrived arrive arrived. يتسلق climb تسلق climbed. لما احط شرطه تحت حرف اعرف ان ده silent نكتبه بس مش ننطقه. اوكي طب يتسلق climb تسلق climbed. يستكشف explore استكشف explored explore explored. ياتي come اتى came come came. يستغرق وقت او يلتقط take الماضي بتاعها التقط وبتيجي برضك معنى ياخذ واخذ talk take talk. يركب ride ركب road ride road.
بعد كده عندنا language functions وظائف لغوية. لما نيجي نعمل suggestion اقتراح، طبعا suggestion الكلمة دي بتنطق أول جي بننطقها زي دي كده suggestion. اما تيجي تقترح على حد اقتراح تقول له حاجة من الاثنين، لإما تبدأ كلامك بلتس يعني هيا بنا ماشي، لإما why don't we ولما لا. طيب خلي بالكوا بقى معايا، تيجي تقول له let's ويجي بعدها الفعل في الانفينيتيف في المصدر معنى هيا بنا. طيب او هنا ولما لا او لماذا زي ما هما كاتبين ولماذا لا نفعل برضك ايه عشان نبقى عاملين زي نفس الكلام الترجمه بتاعتهم. طيب why don't we ويجي بعدها الفعل في المصدر برضو، يعني مثلا بيقول لك تيجي تقول لصديقك مثلا let's plan some activities for the trip، هيا نخطط لبعض الانشطه للرحله. لو عجبه الكلام دوت هيقول لك good idea فكره جيده. ممكن تقول مثلا why don't we try new places ولما لا نجرب اماكن جديده، بردك لو عجبه الفكره صديقك هيقول لك okay cool يعني حسنا رائع. يبقى انت لما حد يقول لك اقتراح وانت توافق عليه تقول good idea فكره رائعه، لو مش عاجبك الاقتراح ومش موافق عليه تقول no thanks لا شكرا. في بيج 103 صفحة 103 بيقول لك listen and read، استمع واقرأ. which two cities do the boys mention؟ أي مدينتين ذكرها الأولاد. وهنا أصدقائنا سامر وباسل بيخططوا عشان يقضوا أجازة وزيارة أماكن رائعة في القاهرة والجيزة، هم من محافظة تانية وهيقضوا أجازة في القاهرة والجيزة. طيب سامر بيقول إيه؟ I am excited about our vacation this week باسل، أنا متحمس لأجازتنا هذا الأسبوع يا باسل. فباسل قالوا me too وانا ايضا. why don't we try new places ولما لا نجرب اماكن جديده. we can travel to Cairo يمكننا السفر للقاهره. there are lots to see there يوجد هناك الكثير لكي نرى، ممكن نشوف حاجات كتير هناك. فسامر قالوا yes نعم we can visit the Manuel Palace Museum، احنا ممكن نزور متحف قصر المانيال first اول حاجه. if we go to the museum لو رحنا المتحف on Sunday في يوم الاحد. On Monday we can take photos يوم الاثنين ممكن نلتقط صور for my school project لمشروعي المدرسي. فصديقه قال له okay cool حسنا رائع. my mom can go with us ماما ممكن تيجي معانا تذهب معانا. she loves museums هي بتحب المتاحف. let's also هيا ايضا go to the theme park هيا ايضا نذهب الى حديقة الملاهي. and ride on a roller coaster ونركب قطار الرعب. قال له اوكي حسنا let's do that on Tuesday يلا نعمل كده يوم الثلاث. there are also يوجد ايضا some places بعض الاماكن outside Cairo خارج القاهرة that look interesting يبدو ذلك شيقا. فباسل قال له اماكن يعني like what زي ايه؟ تعالوا نشوف الصفحة اللي ورا. قال له we can go quad biking in the desert in Giza احنا ممكن نذهب لركوب الدراجات الرباعية في صحراء الجيزة. if we take the bus لو احنا اخذنا الاتوبيس we will arrive in about 30 minutes سوف نصل في حوالي خلال 30 دقيقة. قال له great رائع we can go early يمكننا الذهاب مبكرا on Wednesday في يوم الأربعاء and come back ونعود to the hotel للفندق before evening قبل المساء. قال له yes نعم what else can we do ماذا أيضا يمكننا فعله. قال له let's climb the Babzuela Main Road هيا نتسلق مأذنة Babzuela on Thursday في يوم الخميس. it's difficult إنه صعب but the view لكن المنظر الطبيعي from the top من القمة is beautiful رائع من قمة المأذنة أو من أعلى المأذنة المنظر الطبيعي رائع. if we are there لو إحنا كنا هناك in the late afternoon يعني بعد الظهر متأخرا we can watch the sunset يمكننا رؤية أو مشاهدة غروب الشمس over the city فوق المدينة. قال له cool رائع and in the morning وفي الصباح we can explore the souks يمكننا استكشاف الأسواق. they are near the minaret هي بالقرب من المنارة. فصديقه قال له great رائع Cairo here we come يعني نحن قادمون عظيم يا قاهرة نحن قادمون إليك. طبعا هنا جايب لنا صورة جميلة لمتحف قصر المانيال، المتحف ده جميل من بره ورائع من جوه. بعد كده عندنا activities أنشطة وتدريبات على lesson 1 الدرس الأول بيج 105 صفحة 105. أول سؤال عندنا في الامتحان بيبقى listening استماع. listen and circle the correct answer استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. نسمع نص الاستماع ونجاوب على الأسئلة.
Last vacation, my friend Sharif went to Cairo. He is from Luxor. In Cairo, he visited many places. First, he went to the Egyptian Museum and took photos with his camera. After that, he went on a boat and saw the Nile. It was an amazing vacation. طيب. زي ما احنا سمعنا شريف is from a شريف منين شريف من الأقصر من الأقصر شريف took photos التقط صور at the A فين في المتحف في الميوزيوم شريف went on a A to see the Nile راح يعني ركب A عشان يشوف النيل هو ركب على متن قارب on a boat شريف's vacation أجازة شريف was كانت مذهلة was amazing Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة I will spend my summer سوف أقضي summer A in أسوان عايز أقول سوف أقضي أجازاتي الصيفية في أسوان وقلنا أجازة يعني vacation match يعني يوصل wedding زفاف حفل زفاف و birthday يعني عيد ميلاد I want to ease the souks on Monday أريد أن أستكشف الأسواق في يوم الاثنين طب يستكشف يعني explore expand يعني يوسع explain يعني يشرح و experience خبرة تامر will a photos for his school project تامر سوف يلتقط صور فوتوغرافية لمشروعه المدرسي طيب يلتقط صور اسمها ايه take photos ride يركب go يذهب climb يتسلق why don't we new places ولما لا نجرب أماكن جديدة Why don't we بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى Why don't we try طب Let's go quad in Giza desert هيا نذهب لركوب الدرجات الرباعية في الصحراء الجيزة طب Let's go quad اسمها quad biking ركوب الدرجات الرباعية Swimming السباحة playing اللعب running الجري We can on a roller coaster يمكننا أن نركب على قطار الرعب نركب قطار الرعب اللي في الملاهي طب يركب يعني رايد يركب لعبة رايد ويركب دراجة رايد برضه طب جامب يقفز كلايم يتسلق اكسبلور يستكشف I want to climb the باب زويلة A one day أريد أن أتسلق عايز أقول مأذنة باب زويلة في يوم من الأيام أو ذات يوم طب مأذنة يعني من ريت بايك دراجة سيم ملاهي وليك بحيرة سيم بارك الملاهي بيج 106 صفحة 106 read and complete اقرأ وأكمل هنكمل الفقرة باستخدام فوتوز صور بارك حديقة رولر كوستر قطار الرعب ميوزيوم متحف ومن ريت مأذنة طبعا لما بيجي لي السؤال ده في الامتحان أنا أقرأ الفقرة مرتين قبل ما أحل أي حاجة وأترجم الكلمات عشان أعرف أحطها في مكانها الصحيح أوكي Last week, الأسبوع الماضي, I traveled to Cairo. سافرت القاهرة with my friends, مع أصحابي. We arrived in Cairo. وصلنا القاهرة early, مبكرا, in the morning, في الصباح. We visited the Egyptian. زرنا Egyptian A Museum. زرنا المتحف المصري. مفروض Museum دي capital, أول حرف برد. عشان الأماكن المشهورة بعمل أول حرف capital. Egyptian capital, Museum مفروض capital. بس هي هنكتبها زي ما هي جاية. طيب. زرت المتحف المصري و talk a lot of ايه التقطنا كثير من الفوتوز من الصور الفوتوغرافية with our cameras بالكاميرات بتاعتنا we saw a lot of tourists رأينا كثير من السائحين in the afternoon بعد الظهر we went to the sim ها رحنا السيم بارك يعني رحنا الملاهي رحنا حديقة الملاهي we rode on a A ركبنا الـ A roller coaster قطار الرعب It was amazing كان شيء مذهل Put the words in the correct order to make sentences ضع الكلمات في ترتيبها الصحيح لتكوين جمل طب ride on the let's roller coaster هيا نركب قطار الرعب نقول let's ride on the roller coaster هيا نركب قطار الرعب طيب explore should the souks Monday we on هل ينبغي علينا استكشاف الأسواق في يوم الاثنين طيب should we
explore the zooks on Monday. طبعا لو كلام اخر علامة استفهام بحط علامة استفهام اخره، وفول ستوب نقطة بحط نقطة. طيب نمبر 3، do what we else can، ما الذي يمكننا ايضا فعله؟ what else can we do، what else can we do، ما الذي يمكننا ايضا فعله. نمبر 4، vacation excited I am about my، انا متحمس بخصوص اجازاتي. I am excited about my vacation. Can go biking we quad، يمكننا ركوب الدراجات الرباعية الكواد بايكينج. يبقى هنقول we can go quad biking، يمكننا ركوب الدراجات الرباعية. climb من ريت زويلة let's the باب، هيا نتسلق مأذنة باب زويلة. let's climb the باب زويلة من ريت. طبعا مأذنة باب زويلة دي موجودة قريبة على مسجد الجامع الأزهر، وقريبة على الحسين وخان الخليلي، فهي منطقة طبعا سياحية فيها أسر إسلامية رائعة يعني. طيب بعد كده بيقول لك punctuate the following، ده علامات الترقيم للآتي. how do you go to Giza، كيف تذهب إلى الجيزة. how أول حرف كابيتال، جيزة طبعا عاملين هم أول حرف كابيتال، أسماء المدن والبلاد لازم يكون أول حرف كابيتال، وفي الآخر ده سؤال يبقى آخره question mark علامة استفهام. طبعا في الامتحان أنا بكتب الجملة كاملة وبحط شرط تحت اللي أنا غيرته. طب هنا I am happy to visit the park، أنا سعيد إن أنا بزور الحديقة. I am أول حرف كابيتال I وفي apostrophe قبل الـ M، والنقطة هم حاطينها في الآخر. بعد كده هنكتب paragraph من 50 words، من 50 كلمة، عن a visit to the باب زويلة من ريد، زيارة إلى مأذنة باب زويلة. طب وهنا بيقولك the sunset غروب الشمس، ويكول يعني رائع. طبعا لما اجي اكتب الباراجراف بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. طيب انا كتبت لكم الباراجراف عشان ما اطولش وقت الفيديو عليكم، هنسيب مسافة في البداية ونبدأ بحرف كابيتال. هنقول last vacation الاجازة الماضية my family and me، انا واسرتي went to some wonderful places، ذهبنا الى اماكن يعني رائعة in old Cairo في القاهرة القديمة. we visited the باب زويلة من ريت، زرنا مأذنة باب زويلة. we had a nice time there، قضينا وقت لطيف هناك. we saw the sunset، رأينا غروب الشمس from the top، من اعلى او من قمة of the من ريت، قمة المأذنة. The weather was cool، يعني الطقس كان رائع. and the air was، والهواء كان، ما لقيتش مكان اكتب فيه فكملت في الصفحة اللي جنبها. بصوا كده الهواء كان fresh، كان منعش. we were very happy، كنا سعداء جدا to visit these nice places، لزيارة هذه الاماكن الجميلة او اللطيفة. بعد كده هنروح لبيج 107 صفحة 107 lesson 2 الدرس الثاني part 1 الجزء الاول منه بعنوان if we book the tour today it's cheaper، اذا حجزنا الجولة اليوم فانها ستكون ارخص. احنا عارفين ان book يعني كتاب، ده في حالة لو جات الكلمة اسم نعم، لكن لو الكلمة دي verb فعل يبقى معناها يحجز، يحجز تذكرة، يحجز اي حجز جولة زي ما بيقولوا، تمام. فلو احنا بقى في بقى النهارده عرض في موقع كده بيقول لو حجزت النهارده الجوله معانا هتبقى ايه فيها عليها ديسكاونت، عليها تخفيض. طب تعالوا نقرا الكلمات ونشوف الحكايه دي ايه. عبر الانترنت اونلاين، اونلاين شركه كومباني، كومباني مرشد سياحي تور جايد، تور جايد خوذه هيلمت، هيلمت ارخص تشيبر، تشيبر خصم ديسكاونت، ديسكاونت
تفاصيل الحساب البنكي bank details. Bank details. بطاقة ائتمان credit card زي الفيزا كده اللي مع بابا أو ماما بيقبضوا بيها اسمها بطاقة ائتمان credit card. Credit card. جولة سياحية tour. Tour. محفظة wallet. Wallet. الفريزر أو المجمد the freezer. The freezer. بطريقة ملائمة properly. Properly. قاموس ديكشنيري ديكشنيري تي اي او ان تدينا سانشن ديكشنيري ديكشنيري يخفض الصوت تيرن داون تيرن داون يمنع او يحجب بلوك بلوك يعني مثلا لو انت عملت منع او حد عملت بلوك لحد على وسائل التواصل الاجتماعي يبقى انت عملت له الايه منع ان هو يتواصل معاك اسمه بلوك عملت له بلوك يعني عملت له منع ان هو يتواصل معاك تمام فيمنع او يحجب يمنع او يحجب يعني بلوك وسائل التواصل الاجتماعي دي اللي هي زي الفيسبوك والواتساب والانستجرام تمام وهكذا اسمها وسائل التواصل الاجتماعي اسمها سوشيال ميديا سوشيال ميديا سوشيال ميديا يخبز فطير بيك فطير بيك فطير نصائح للمذاكره ستادي تيبس ستادي تيبس روتين منتظم regular routine regular routine وجبة صحية healthy meal healthy meal طب يعني ايه الروتين المنتظم ده بص كده الروتين ده يعني نظام حياتك في اليوم يعني من اول ما بتصحى من النوم الصبح لحد ما بتنام بالليل والحاجات اللي بتعملها في وسط اليوم تمام يعني بتروح المدرسة بترجع تعمل واجبك تشاهد التلفزيون وهكذا وبعد كده تنام طيب ده اسمه ايه روتين منتظم حاجه بتعملها ديلي كل يوم تمام ريجولار روتين وجبه صحيه هيلثي ميل بعد كده تصريف الافعال يحجز بوك حاجز بوكت بوك بوكت يغلق جهاز سويتش اوف طفى الجهاز او اغلق الجهاز سويتش اوف سويتش اوف سويتش اوف طيب هنا يسخن هيت سخنه هيتد هيت هيتد يشغل turn on شغل turn it on turn on turn it on يركز concentrate concentrate ركز concentrated concentrated concentrate concentrated يستمر أو يدوم last استمر أو دام lasted last lasted يجد find وجد found find found يدفع مال pay دفع مال paid pay paid يقول say قال sit say sit يجلس sit جلس sit 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 يتكلف cost تكلف cost 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 يدون او يسجل write down دون او سجل wrote down write down wrote down يسمع hear سمع heard hear heard بعد كده عندنا في بيج 108 صفحة 108 عندنا درس الجرامر بتاعنا وهو عن قاعدة F الشرطية الحالة الصفرية The Zero Conditional F طب F دي يعني إذا أو لو وليها أربع حالات احنا بناخد أسهل حالة فيهم اللي هي الحالة الصفرية نستخدم الحالة الصفرية للتحدث عن حقائق أو الأشياء الصحيحة في الحاضر يعني مثلا لو أقول لو أنت زرت الموقع الإلكتروني ده هتحصل على كثير من المعلومات ماشي دي مثلا ايه حاجه حقيقيه مثلا او حاجه في الحاضر مثلا تقول الشمس بتشرق من الايه من الشرق تمام كده دي حقيقه فنجيب ايه الحاله الصفريه دي عشان نعبر عن الايه عن الحقائق العلميه وعن الاشياء الصحيحه طيب خلي بالكم معايا كده ادي عندنا اف دي يعني اذا او لو وين يعني عندما احنا عارفين وين يعني متى صح لكن هي هتيجي هنا قرابت بمعنى عندما طيب بيجي بعد اذا او لو او عندما بيجي بعدهم present simple مضارع بسيط المضارع البسيط يعني الفعل في المصدر بعد كل الضمائر بس مع هي وشي وإد بضيف للفعل بعدهم اس او اي اس او اي اي اس زي ما درسنا قبل كده المضارع البسيط طيب وبعد كده بحط كوما عشان فيها يبقى في جملتين بعد اف او ان في جملتين بحط ما بين الجملتين كوما فاصلة على السطر يعني والناحية التانية برضك هيبقى فيه present simple مضارع بسيط برضو جملة مضارع بسيط يعني اقول ايه if we go by bus لو احنا هنذهب بالاوتوبيس it is quicker هيكون اسرع
زي ما قلنا if أو when بيجي بعدهم جملة مضارع بسيط، والناحية التانية برضه جملة مضارع بسيط. When you look at their website، لما تنظر للموقع الإلكتروني بتاعهم، the information is here، هتلاقي المعلومات هنا. تمام، ادي هو when جه بعدها مضارع بسيط، والناحية التانية مضارع بسيط برضه. If أو when you hit sugar، لو انت سخنت السكر it melts، سيذوب. ادي اهو if أو when، بعد كده قلنا الفعل في المضارع البسيط بعد يو اهو، تمام، في المصدر يعني، وبعد ايه الفعل متضاف له اس. ويمكن ان نستخدم فعل ناقص في الجزء الثاني من الجمله. الافعال الناقصه دي زي must، يجب ان، وكان، يعني يعني يستطيع ان. اقول ايه؟ if you pass me my wallet، لو انت ناولتني المحفظه، I can pay for the tickets now، استطيع ان انا ادفع التذاكر، ثمن التذاكر الان. تمام، ادي if جه بعدها هنا مضارع بسيط، والناحيه الثانيه جه كان، تمام، وفعل بعدها في المصدر، فعل ناقص وبعده ايه الفعل في المصدر. طب وقد تاتي if او when في اول الجمله، ويوضع بين الجمله الاولى والثانيه كوما فاصله. تمام، ممكن تيجي في الوسط، يعني if او when ممكن يجوا في وسط الايه الجمله. هنا بنقول بس الاول، هنا بص كده، لو في بعد if او when جملتين بفصل بينهم بكوما، لكن لو if جت في النص ما بقاش في كوما بقى خالص. تمام، مثلا هنا بقول if or when you press the button، لو انت ضغطت على الزرار the tablet switches off، يعني التابلت سيغلق، هيتقفل. طب لو بص بقى if جت في النص هنشيل الفاصلة دي خالص، هنقول the tablet switches off، يعني التابلت هيغلق if you press the button، لو انت ضغطت على الزرار. يبقى if لو جت في الأول وبعدها جملتين بفصل ما بين الجملتين بكوما، لكن لو جت في النص خلاص ما بحطش الكوما دي، ما بحطش فاصله. صفحه 209 بيقول لك في السؤال بتوضع جمله اف او وين في اخر السؤال. يعني انا لو بسال سؤال بكلمه استفهام، كلمات الاستفهام اللي هي زي وين، متى، واي، لماذا، وير، اين، وات، ما او ماذا كده، دي اسمها كلمات استفهام. وبيجي بعدها دو او داز او كان، وبعدها مصدر الفعل، والجمله بقى بتاعت if او when في الاخر وبعدها مضارع بسيط. يعني اقول ايه؟ How can we get to Giza if we miss the bus؟ كيف يمكننا الذهاب للجيزه اذا فاتنا الاتوبيس؟ وهنا بيقول لك does your aunt، هل عمتك always bake فطير، دايما بتخبز فطير، when you visit her، لما انت بتزورها. طيب لاحظ فعل يكون verb to be في المضارع. verb to be في المضارع هو am و is و are، دول بمعنى يكون. اما فعل يملك الفيرب تو هاف في المضارع اللي هو هاز او هاف بمعنى يملك. طب هنا بيقول لك listen to Samer's conversation with his dad، استمع للمحادثة بتاعت سامر مع باباه. How much discount do they get for that quad bike trip today؟ يعني يعني بيقول لك كم قيمة الخصم اللي هيحصلوا عليه لرحلة الدرجات الرباعية اليوم. طبعا هنا سمير او سامر ما فيش مشكلة، بس هو دايما سمير بيبقى فيها دبل اي، يعني المفروض هنا دي سامر. طيب اي تيب سكريبت نص استماع بحب اديله عنوان كده عشان نقرأ واحنا فاهمين. العنوان بتاع التيب سكريبت ده رحلة الدرجات الرباعية بخصم 10%. طيب الولد بيقول لبابا، داد يا بابا، here is the information I found online about quad biking in the desert. قال له يا بابا، أنا لقيت معلومات هنا عبر الإنترنت عن الدرجات الرباعية في الصحراء. فالأب قال له أوه ثانك سامر، شو مي، شكرا يا سامر، وريهم لي كده. فقال له the company، الشركة is called Desert Adventures، يعني بيقولوا الشركة اللي احنا عايزين نطلع بقى الرحلة تبعها اسمها اسمها مغامرات الصحراء. When you look at their website، لما تبص للموقع الإلكتروني بتاعهم، the information is here، هتلاقي المعلومات هنا. Look on the tour guide، المرشد السياحي، will meet us at the hotel، هيقابلنا في الفندق. هم طبعا هيروحوا رحلة بتاع درجات رباعية وعايزين يحجزوا تبع شركة، فقرروا ان هم يحجزوا تبع شركة اسمها مغامرات الصحراء، والبرنامج بقى بتاعهم ان المرشد السياحي بيقابلهم في الفندق الصبح. تمام، the tour guide will meet us at the hotel. فالاب قال اوكي، what time will he meet us، هيقابلنا امتى؟ فسامر قال he will meet us، هو هيقابلنا at 9 am الساعة 9 صباحا، and he'll drive us، وهيقودنا بالسيارة into the desert، في عبر الصحراء. فبابا قال له and what time do we get back، طب احنا هنرجع امتى؟ قال we should be back، ينبغي علينا ان احنا نعود او نرجع around حوالي 2 pm، حوالي الساعة 2 بعد الظهر. lunch is included in the price، يعني الغداء يشتمل على السعر، يعني التذكرة اللي احنا هندفعها بتاعت الرحلة شاملة الغداء.
Should we take some water? هل ينبغي علينا ناخذ بعض الماء؟ فالأب قال له yes, good idea. أيوة دي فكرة جيدة. How big is the group؟ يعني كم عدد الجروب؟ كم واحد في الجروب يعني؟ قد إيه هو كبير؟ فقال له it'll be a group of six. الجروب اللي هنطلع فيه حوالي 6 أفراد. فالأب قال I like the photos. أنا بحب الصور. Everyone كل واحد is wearing helmets. بيرتدي خوذات. يعني بصوا كده هم فاتحين موقع إلكتروني. وفي طبعا صورة لرحلات سابقة تبع الموقع الإلكتروني ده. فالناس اللي واقفين في الرحلة لابسين هيلمتس، لابسين خوذات، عشان هما هيركبوا درجات رباعية لازم يبقى في خوذة على الرأس يعني. فبيقول له أنا بحب إيه، I like the photos، يعني أنا بحب الصور دي. Everyone is wearing helmets، الجميع لابس خوذات. That's good، ودي حاجة جيدة. You have to wear helmet، يعني يجب عليك إن أنت ترتدي خوذة. If you ride a quad bike، لو أنت راكب دراجة رباعية. How long do we ride the quad bikes for؟ طب قال له احنا كم طول المده اللي احنا هنركب فيها الدراجات الرباعيه؟ فالابن قال one of the trips is 45 minutes، واحده من الرحلات اللي هم عارضينها هيبقى مدتها 45 دقيقه. But there is also، لكن في ايضا a trip، رحله for an hour، لمده ساعه. Can we do the our tour dad؟ يعني احنا ممكن يا بابا ناخد الرحلة اللي هي لمدة ساعة دي بدل ساعة الا ربع؟ فتعالوا نشوف الاب رد عليه قال له ايه في الصفحة اللي وراها. الاب قال له yes of course، ايوه طبعا. This is going to be a lot of fun، يعني دي هتبقى حاجة فيها مرح كتير. Remember، تذكر to listen to the guide's instructions، يعني تذكر ان انت تستمع لتعليمات المرشد. So that you stay safe، فعشان كده تبقى امنة. فالابن قال yes I will do، نعم سوف افعل ذلك يا ابي. الاب قال good guide، how do we book the tour if we can't book it on the website؟ ازاي ممكن نحجز الجولة واحنا مش هنقدر نحجزها عبر الموقع الالكتروني بتاعها؟ فالابن قال we can book it، احنا ممكن نحجزها at the office، في المكتب in town، في المدينة. If we book the tour today، لو احنا حجزنا الجولة اليوم، it's cheaper، هتكون ارخص. We get a 10% discount، احنا نحصل على خصم او تخفيض 10%. الاب قال great، رائع. Can you pass me my wallet، انت ممكن تناولني المحفظة بتاعتي. I need my credit card، انا عايز بطاقة الائتمان او الفيزا بتاعتي. To pay for the tickets، عشان ادفع للتذاكر. Let's go to the office now، يلا نروح الوقت المكتب. فالابن فرح طبعا وقال sure dad، يعني طبعا يا بابا او بالتأكيد يا ابي. Here you are، اتفضل المحفظة بتاعتك يعني. طيب بعد كده احنا عندنا في سؤال كوريكت، سؤال تصحيح الخطأ. هنصحح الخطأ طبقا لطبعا القاعدة بتاعت اف الشرطية اللي بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط. واول مثال هم حلينه، if you hit sugar، لو انت سخنت سكر it melts المفروض. احنا قلنا بيجي مضارع بسيط بعد if، هنا مضارع بسيط بعد you جه الفعل في المصدر، لكن في المضارع البسيط بعد it بنضيف للفعل is. لو انت سخنت السكر هسايزه. If you feel tired، لو انت بتشعر بتعب، you can go to bed early، يمكنك الذهاب الى الفراش مبكرا. طيب هنا بنقول ايه بقى؟ if you بعد you هيجي الفعل في المصدر، فهنخليها feel زي ما هي. لو انت شعرت بتعب you can، بردك بعد can هيجي go الفعل في المصدر، يمكنك الذهاب للسرير مبكرا. When the clouds، لما السحب be red، بتبقى لونها احمر، it means ده بيعني there is dust، ان في تراب in the sky، في السماء. طيب when برضك بيجي بعدها مضارع بسيط. طب هنا be دي يعني verb to be، am او is او are. السحب جمع يبقى نقول are. When the clouds are red، it ايه بقى؟ بعد it نحط ايه؟ s للفعل في المضارع البسيط بعدها، يبقى it means هذا يعني. لو السحب لونها احمر يبقى ده معناه ان في تراب في السماء. My English always get better when I study the lessons again at home، يعني الانجليزي بتاعي دايما بيتحسن عندما اذاكر دروسي في البيت. طيب my English مفرد يبقى نقول gets better، بيتحسن، نضيف اس للفعل. When I يجي بعدها الفعل في المصدر هنخليها زي ما هي. When I study، لما انا بذاكر دروسي مرة أخرى في البيت. You can tell me if you need anything، يعني يمكنك أن تخبرني إذا احتجت أي شيء. You can بعد كان يجي الفعل في المصدر فنخليها tell زي ما هي.
if you have you برضك بعد الفعل في المصدر في المضارع البسيط بعد في قاعدة if يبقى if you need نخليها زي ما هي anything معنى الكلام يمكنك أن تخبرني إذا احتجت أي شيء. بعد كده عندنا سؤال ترتيب buy two t-shirts you free get one when you طبعا هو حل الأول واحدة when you buy two t-shirts you get one free عندما تشتري اثنين t-shirts تحصل على واحد مجانا. طيب الجملة الثانية don't water plants if die use them يعني عايزين نقول تموت النباتات إذا لم ترويها بالماء. طبعا مفيش خط تحت الكلمة اللي هنبدأ بيها فهنبدأ بالتقية تحتها يعني اللي بتبدأ بحرف كابيتال هنبدأ بيها وهنقول إيه plants النباتات die بتموت if you don't water them لو أنت ما رويتهمش بالماء. طب go won't by bus Cairo to go to if you you can يعني عايزين نقول إذا أردت الذهاب إلى القاهرة فيمكنك الذهاب بالأوتوبيس. طب هنبدأ بإيه؟ هنبدأ ب if you won't تمام if هنا بنقول if you won't to go to Cairo. طب لو انت عايز تروح القاهرة you can go by bus يمكنك الذهاب بالاتوبيس you can go by bus. طيب بعد كده الجملة الثالثة eat too much cake stomach ache I if I can get يعني يمكن أن أصاب بألم في المعدة إذا أكلت الكثير من الكعك. طب هنا هنبدأ ب I can get ماشي I can get ممكن أن أنا أصاب ب stomach ache بألم في المعدة if I eat لو أنا أكلت too much cake لو أنا أكلت الكثير من الإيه من الكيك. فهمت إجابة نمبر 4. طيب نمبر 5 we eat my umbrella if can rains use يعني إذا أمطرت فنستطيع أن نستخدم شمسياتي يبقى هنبدأ بإيه ب if تمام if it rains we can use my umbrella. طيب هنا بيقول لك sees a bee my cat tries to catch it when she يعني عندما ترى قطتي نحلة بتحاول ان هي تمسكها. طيب هنبدأ بايه هنبدأ when يبقى اقول when my cat sees a bee طيب هنقول she tries to catch it عندما ترى قطتي نحلة تحاول أن تمسكها. طب في المحادثات الجاية دي في صفحة 111 احنا هنستخدم العبارة مع if الشرطية. طب بيقول لك هنا اول واحدة هي محلولة حازم بيقول مامته mom there is a problem في مشكلة with the freezer مع المجمد او الفريزر it isn't working مش شغال. فمامته ردت عليه بس الجملة طبعا كانت بتلخبطة فقالت له the freezer doesn't work if you don't close the door properly يعني الفريزر لا يعمل اذا لم تغلق الباب بشكل جيد. طب هنا ليلى بتكلم المسز بتاعتها بتقولها مسز منال يا استاذه منال كان وي يوز بنسلز ممكن نستخدم اقلام رصاص ان ذا تيست في الاختبار. فردت عليها المس هتقول لها بقى هنرتب الجمله دي صح هتقول نو سوري لا اسفه يو كانت تيل مي now لا يمكنك إخبار الآن if you don't have لو أنت مش معاكي a black pen لو مش معاكي قلم أسود. قالت لها لا أسفة لم تستطيعي أن تخبريني الآن إذا لم يكن معك قلم أسود.
طب هنا كريم بيتكلم مع شريف بيقول له what does this word mean شريف؟ الكلمة دي معناها يا شريف ايه؟ فقال له I don't know, look it up a dictionary, you not know a word. يعني قال له انا لا اعرف، اذا لم تعرف معنى كلمة ابحث عنها في القاموس. فهيقول I don't know if you don't know a word لو انت مش عارف كلمة. نعمل كده. طيب look it up يعني ابحث عنها in او look it up a dictionary، ابحث عنها في قاموس. معلش المكان ضيق شوية. طيب بعد كده داد الاب بيقول لرنا بيقولها please turn the music down، يعني من فضلك يعني وطي او هدي صوت الموسيقى شوية. رنا يا رنا it's too loud، ده صوت عالي قوي. فالبنت قالت but dad I not can hear it be too low، يعني قالت ايه لكن يا ابي انا لا استطيع سماعها اذا كانت منخفضة جدا. يبقى تقول but dad I can't hear it. طيب انا ما اقدرش اسمعها if it is too low، لو كانت صوتها منخفض جدا. سالم بيقول لداليا what happens you block a person social media، يعني بيقولها ماذا سيحدث اذا قمت بعمل حظر لشخص على موقع التواصل الاجتماعي. فقالت له you don't get any messages from them، يعني مش هتحصل منهم على اي رسائل. طب نكون السؤال بتاع سالم بقى، هو هيقول لها what happens if، ماذا سيحدث if you block، لو انت عملت حظر حجب او منع a person لشخص a person on social media على وسائل التواصل الاجتماعي. فقالت له ان انت مش هتقدر تحصل منهم على اي رسائل. بعد كده هنكمل الفقرة، ودي عبارة عن school tips، عبارة عن نصائح دراسية هنكملها بالشكل الصحيح للأفعال في القائمة. طب عندنا هنا الأفعال ايه؟ check يفحص او يراجع، concentrate يعني يركز، eat يأكل، finish ينهي، have بمعنى لديه أو يحصل على، remember يتذكر، try يحاول، work يعمل، write يكتب. هنكمل الايه الفقرة. طيب بالأفعال دي يقولك study، دي نصايح عشان تذاكر بشكل جيد، يعني بيقولك study for about 30 minutes، ذاكر لحوالي 30 دقيقة but no longer، بس مش أطول من كده. if you try، لو أنت يعني بتحاول to study 4 hours لساعات وزود a break من غير فترة استراحة you can't concentrate، لا لا يعني مش هتستطيع ان انت تركز. when you regular breaks، لما انت have تحصل على فترات استراحة منتظمة you more you remember more، بتتذكر يعني ايه اكتر. It's also better to study، بردك من الأفضل إن أنت تذاكر at the same time، في نفس الوقت each day كل يوم، even on Fridays حتى لو في أيام الجمعة and Saturdays وفي أيام السبت. people's brains عقول الناس أو أمخاخ الناس يعني work better، بتعمل بشكل أفضل. if they have a regular routine، لو هي يعني عندها روتين منتظم أو نظام يومي منتظم. also أيضا don't study when you are hungry، كمان ما تذاكرش وأنت جعان. if you a healthy meal if you eat، لو انت اكلت وجبة صحية at lunch time في وقت الغداء you can better، you can ايه بقى ممكن تركز بشكل ايه افضل، يركز يعني concentrate. طيب انزي اكتر من بعد الظهر. it's helpful، من المفيد if you down a list، لو انت من المفيد ان انت تدون قائمة write down، تدون قائمة of what you want to do بالاشياء اللي انت عايز تعملها each time في كل وقت you study بتذاكر فيه.
then you can بعد كده انت ممكن it off the list when you studying and feel proud. طب بعد كده انت ممكن تراجع او تفحص اللي انت كتبته في القائمة دي, you can check. بعد كده تعمل ايه بقى لما انت تنهي المذاكرة؟ اعمل يعني مراجعة او فحص للاشياء اللي انت دونتها في القائمة, يبقى when you finish studying and feel proud, وكن فخور بما انجزت. بعد كده عندنا في بيج 112 صفحة 112 lesson 2 الدرس الثاني part 2 الجزء الثاني منه, وبرضك بنفس العنوان if we book the tour today it's cheaper, اذا حجزنا الجولة اليوم فانها ستكون ارخص. نقرأ مع بعض المفردات. منتصف الليل midnight, midnight الجي والاتش silent, midnight. تاريخ اليوم date, date. فصل من فصول السنة season, season. احنا قلنا الاسماء لو منتهي بـ O-N مش بنطق حرف الـ O. season زي اسد, lion زي شخص, person. تمام. طريق اسمه يبقى فصل من فصول السنة اسمه season. خلاص. طب شم نسيم, شم نسيم, شم نسيم. حصة العلوم science class, science class. وقت الغداء lunch time, lunch time. اخبار رائعة great news, great news. رياضة sports, sports. حفلة بارتي, بارتي. البحر الأحمر the Red Sea, the Red Sea. طبعا بالراعي ان الأماكن المشهورة وأسماء البحار والبلاد وأسماء الأشخاص بيبقى أول حرف منها كابيتال. بص كده Red أول حرف كابيتال والسي أول حرف كابيتال عشان ده طبعا اسم من أسماء البحار, فبنعمل أول حرف كابيتال. زي المتحف المصري برضك Egyptian Museum, نعمل Egyptian أول حرف كابيتال وميوزيوم أول حرف كابيتال, M كابيتال. تصريف الأفعال يحتفل celebrate, احتفل celebrated, celebrate, celebrated. يقابل meet, قابل met, meet, met. بعد كده عندنا درس الجرامر ودرس القواعد, وهو عن prepositions of time, حروف جر الزمن خاصة بالزمن. بنستخدم حرف الجر at بمعنى في أو عند مع الآتي. طبعا احنا الوقت هنستخدم ثلاث حروف نعرف استخداماتها ايه, at و on و in. تعالوا نشوف at الأول. قالك at حرف الجر at بستخدمه مع الوقت, يعني هو at 5 o'clock في الساعة الخامسة, at 4:30 الساعة 4:30. كمان مع بعض أوقات اليوم زي at night في الليل, at lunch time في وقت الغداء, at midnight في منتصف الليل. أستخدمه كمان مع بعض الكلمات والتعبيرات زي at sunset في وقت غروب الشمس, at the moment في هذه اللحظة, at the same time في نفس الوقت. وكمان بستخدمه مع الأماكن الصغيرة, عايز أقول في المطار أقول at the airport في المطار. في بيج 113 113 بنستخدم حرف الجر on بمعنى في مع ايه؟ مع بعض الكلمات زي في الايام الخاصة مثلا, يعني اقول on my birthday في عيد ميلادي, on school day في يوم المدرسة. تمام؟ مع كلمة day بستخدم حرف الجر on قبلها بمعنى في. طب كمان مع ايام الاسبوع on Friday في يوم الجمعة, on Sunday في يوم الاحد. طب مع التواريخ لو فيها اليوم اقول ايه مثلا on August 17th في السابع عشر من أغسطس. كمان مع كلمة عطلة نهاية الاسبوع بقول on the weekend في عطلة نهاية الاسبوع. بنستخدم حرف الجر in بمعنى في مع ايه؟ مع السنوات اقول in 2010 سنة 2010, in 2015 سنة 2015. تمام, in بمعنى في مع السنوات. طب مع اوقات اليوم عايز اقول في الصباح أقول in the morning, في فترة بعد الظهر in the afternoon, في المساء in the evening, وهكذا. طب كمان بستخدمها مع seasons مع الفصول السنة, in summer في الصيف, in winter في الشتاء, in fall في الخريف, in spring في الربيع. طب كمان بستخدمه مع شهور السنة, in March في شهر مارس, in October في شهر أكتوبر. كمان مع الأماكن الكبيرة أقول in Cairo في القاهرة, in Egypt في مصر, وهكذا. طب تعالوا نحل بقى أسئلة على حروف الجر الخاصة بالزمن دي, in و on و at. طب we celebrate شم نسيم, احنا بنحتفل بشم نسيم in spring في الربيع. طبعا مع فصول السنة بحط حرف الجر in بمعنى في قبلها. let's meet outside the school, هيا نتقابل خارج المدرسة 10:30 a.m. في الساعة 10:30 صباحا. مع الساعة أقول at بمعنى في. we had a science class Monday, احنا عندنا حصة علوم يوم الاثنين. مع الايام الاسبوع عايز اقول في يوم الاثنين اقول on, مع ايام الاسبوع اقول حرف الجر on بمعنى في. on Monday في يوم الاثنين.
They went on a trip. هم ذهبوا في رحلة to the Red Sea للبحر الأحمر جولاي في شهر يوليو. طب مع شهور السنة عايز أقول في شهر كذا أقول in واسم الشهر. Great news. أخبار رائعة. I am having a party. أنا هقيم حفلة. My birthday. في عيد ميلادي. يبقى في الأيام بقى احنا زي ما قلنا في بعض الكلمات زي الأيام الخاصة يعني بينا أي عيد الميلاد عيد الأم أقول قبلها حرف الجر on بمعنى فيه. دايما أم بتيجي أم بتيجي مع كلمة day. تمام. طيب what did you do the weekend؟ بتعمل ايه في عطلة نهاية الأسبوع؟ احنا قلنا اسمها ايه؟ on the weekend. On the weekend. بعد كده في بيج 114 صفحة 114 عندنا daily routines أنظمة حياة يومية لبعض الأصدقاء. هنشوف التيب سكريبت نص الاستماع. أول حاجة هنا بتقول هاي أهلا my name is هنا اسمي هنا. I get up every day at 6 o'clock. أنا ده كل يوم بصحى الساعة 6 الصبح. I have breakfast بتناول إفطار with my family مع أسرتي at 6:30 in the morning في الساعة 6:30 صباح. I go to the library بذهب للمكتبة on Saturday في يوم السبت and I play sports وبلعب ألعاب رياضية on Sunday في يوم الأحد. I do my homework on Tuesday أنا بعمل واجبي يوم الثلاثاء. يوسف قال هاي أهلا I am يوسف. كل واحد بيقول نظام حياته اليومي يعني الروتين بتاعه. أنا يوسف I get up every day at 7 o'clock أنا كل يوم بصحى الساعة 7. I have breakfast بتناول إفطار with my grandparents مع أجدادي at 7:30 الساعة 7:30 in the morning في الصباح. I don't go to the library ما بذهبش للمكتبة but I play sports لكن بلعب ألعاب رياضية on Saturday في يوم السبت. I do homework بعمل واجب on Thursday في يوم الخميس. مايار قالت هلو أهلا my name is مايار اسمي مايار. I get up every day أنا بصحى كل يوم at 6:30 الساعة 6:30 and I have breakfast وبتناول إفطار with my family مع أسرتي at 7 o'clock الساعة 7. I go to the library بذهب للمكتبة on Sunday في يوم الحد in the afternoon بعد الظهر. I don't play sports مش بمارس ألعاب رياضية مش بلعب ألعاب رياضية. I do my homework بعمل واجبي on Monday في يوم الاثنين and Wednesday ويوم الأربعاء. نادر قال هاي أهلا I am نادر أنا نادر. I get up every day at 8 o'clock كل يوم بصحى الساعة 8. I have breakfast بتناول إفطار with my sister مع أختي at 8:15 الساعة 8 وربع. زين بعد كده we go to school بنذهب للمدرسة. I don't go to the library ما بروحش المكتبة because I have a lot of books at home عشان عندي كتب كتير في البيت. I play sports بلعب ألعاب رياضية on Wednesday في يوم الأربعاء. I do homework بعمل واجبي every day كل يوم. طيب تعالوا بقى نشوف الجدول كل واحد من أصدقائنا عمل إيه أو نظام حياته اليومي إيه. هنا ويوسف وميار ونادر. طب get up بيستيقظوا إمتى؟ have breakfast بيتناول الإفطار إمتى؟ go to the library الذهاب للمكتبة. play sports يلعب ألعاب رياضية. do homework يعمل واجب. وقلنا هنا بتستيقظ في الساعة السادسة يبقى أول حاجة الساعة 6 at 6 o'clock وبتتناول الإفطار 6:30 بتذهب للمكتبة يوم الساتردي يوم السبت وبتلعب ألعاب رياضية في الصندي في يوم الحد وبتعمل واجب يوم الحد والثلاث والخميس. طب بعد كده يوسف بيقول ان هو بيستيقظ الساعة 7 وبيتناول الإفطار 7:30 الساعة 7:30 وجو تو سكول. لا هو مش بيروح المكتبة وبيمارس الألعاب الرياضية يوم الساتردي في يوم السبت وبعد كده قال ان هو بيعمل واجب في الثيرزداي في يوم الخميس. بعد كده ميار وقلنا ميار بتصحى 6:30 الساعة 6:30 وبتتناول افطار at 7 الساعة 7 وبتروح المكتبة في يوم الحد بعد الظهر وبعد كده مش بتلعب هي مش بتمارس رياضة وبتعمل واجبها يوم الاثنين والاربع Monday and Wednesday. طيب نادر قلنا بيستيقظ 8 الساعة 8 بيتناول إفطار 8:15 بيتناول إفطار الساعة 8 وربع ما بيروحش المكتبة وبيمارس رياضة يوم الوينزداي يوم الأربعاء وبيعمل واجب إيفري داي كل يوم.
آخر حاجة معانا النهاردة التدريب اللي على lesson 2، الدرس الثاني الـ activities page 115 صفحة 115. أول سؤال اختيارات، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. You have to wear، أنت يجب عليك أن أنت ترتدي إيه، تلبس إيه. If you ride a quad bike، لو أنت بتركب دراجة برباعية، تلبس إيه؟ تلبس هلمت خوذة ولا crown tag ولا scarf طرحة ولا كون قمع؟ هتلبس طبعا هلمت خوذة. واحنا بنركب الدراجات رباعية او الدراجات البخارية دايما بنلبس ايه؟ هلمت خوذة. طب I go on a A with my friends to شرم الشيخ، انا بذهب في ايه مع اصدقاء شرم الشيخ؟ بذهب في رحلة، في trip، شيب سفينة، train قطار، كامل جمل. I need my credit card، انا عايزة بطاقة الائتمان بتاعتي، to A for the ticket، عشان ادفع للتذكرة. طب يدفع مال يعني pay. ران يجري، بلاي يلعب، سيارة. I am very tired، أنا متعب جدا. I can't، أنا مش عارف أركز، لا أستطيع أن أنا أركز. I can't concentrate، مش قادر أركز. طب فريزر يجمد، سيارة وبي يدفع مال. When you have regular، لما يكون عندك إيه منتظم، you remember more، بتتذكر أكتر، لما يكون عندك فترات استراحة منتظمة. طب اسمها regular breaks، بريدجز كباري، بوكس كتب، وبرينز عقول. طب I want to eat، أنا عايز أكل. I am very، أنا very إيه، very hungry، أنا جائع جدا. سير استعطشان وأنجري جائع وبراد فخور. وبالنسبة لفترات الاستراحة اللي هي ما بين في اليوم الدراسي أو وأنت بتذاكر، المفروض إن أنت مثلا بتذاكر مثلا 30 دقيقة وتاخد فترة استراحة 5-10 دقايق وبعدين تشوف المادة اللي بعدها. يعني أفضل إن أنت ما تذاكرش كل المواد على بعضها، لا، تاخد بينهم فترات استراحة 10 دقايق كده، عشان ده بيخليك تتذكر إيه أفضل. أوكي؟ read and complete، اقرأ وأكمل. هنكمل الفقرة باستخدام study، يذاكر، health صحي، breaks فترات استراحة، eat يأكل، write يكتب. My teacher gives me some study tips، يعني المدرس بتاعي اداني بعض النصائح للمذاكرة. I always have regular، انا دايما يعني يجب ان انا اخد فترات استراحة، يبقى هنقول ايه؟ I always have، انا دايما باخد regular breaks، فترات استراحة منتظمة. I ate down a list of what I want to each time in my study، يعني انا بدون قائمة باللي أنا عايز أعمله في كل وقت في المذاكرة بتاعتي. طب يدون اسمها write down. I always، أنا دايما هبقى إيه، دايما بيبقى عندي إيه ميل، وجبة صحية healthy meal. At lunch time، في وقت الغداء. I can't إيه if I am hungry، أنا ما يعني لا أستطيع أن أنا أذاكر لو أنا جعان. I can't study، I can't study if I am hungry، ما اقدرش اذاكر وانا جعان. طب بعد كده سؤال الترتيب، use in can the we pencils test، يعني بيقول لك هل يمكننا استخدام اقلام رصاص في الاختبار؟ طيب هنبدا بكان، can we use pencils، هل نستطيع ان نستخدم الاقلام الرصاص in the test، هل نستطيع أن نستخدم الأقلام الرصاص في الاختبار؟ طيب don't water die you plants if them، يعني النباتات تموت إذا لم ترويها بالماء. plants die if you don't water them. تموت النباتات إذا لم ترويها بالماء. آخر بيج 116 صفحة 116 about study minutes 34، يعني ذاكر لمدة حوالي 30 دقيقة. study for about 30 minutes. you sugar if it melts it، يعني لو سخنت السكر سيذوب. if you hit sugar it melts، اذا سخنت السكر سيذوب.
بعد كده سؤال الكوريكت، سؤال تصحيح الخطأ. ما بين الأقواس في خطأ في الجرامر، فعلينا ان احنا نصحح الكلمة عشان يبقى الجملة صحيحة. His results نتائجه usually better، بتبقى عادة أفضل. if he studies well، لو هو ذاكر بشكل ايه جيد. طيب خلي بالكم معايا ان be دي verb to be في المضارع، am و is و are، تمام؟ طب النتائج دي جمع، يبقى نقول his results are، نتائجه عادة بتكون. He was born at March، هو ولد في شهر مارس، وقلنا مع الشهور بنستخدم حرف الجر in بمعنى في. Saturdays في أيام السبت، أيمن goes cycling، أيمن بيذهب لركوب الدراجات. طيب احنا مع أيام الأسبوع قلنا بنستخدم حرف الجر on بمعنى في. When it rain we always play indoors، يعني بيقولك لما الدنيا بتمطر احنا بنلعب داخل البيت. طب قلنا وين او ايه بيجي بعدها في الحالة الصفرية مضارع بسيط، والناحية التانية مضارع بسيط برضو. طب مع ايه المفرد بضيف اس للفعل في المضارع البسيط، يبقى نقول when it rains، لما تمطر. if you hit water، لو انت سخنت المية it boil، بتغلي. طبعا قاعدة اف الشرطية الحالة الصفرية، بيجي بعدها مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط، مع المفرد في المضارع البسيط بضيف اس للفعل، يبقى نقول it boils، بتغلي. I got many presents، أنا حصلت على الكثير من الهدايا at my birthday، في عيد ميلادي. قلنا مع الأيام والمناسبات بنقول إيه حرف الجر on بمعنى في، on my birthday. My father arrives، بابا بيصل 6 o'clock every day، في الساعة 6 كل يوم. مع الساعة بستخدم حرف الجر at بمعنى في. My friend John lives England، صديقي جون بيعيش في إنجلترا. مع أسماء البلاد بضع قبلها حرف الجر in بمعنى في، in England، في إنجلترا. Punctuate the following، ده علامات التقييم الآتي. I play tennis at 3 o'clock، أنا بلعب تنس الساعة 3. I أو الحرف كابيتال، وبكتب الجملة كاملة وبحط فول ستوب نقطة عشان دي جملة خبرية. How can you get to Luxor، كيف يعني يمكنك أن تصل للأقصر، إزاي تروح للأقصر. How معمول أول حرف كابيتال، Luxor اسم مكان الأقصر، وفي الآخر أحط question mark علامة استفهام عشان ده سؤال. في الامتحان أكتب الجملة كاملة وأحط الشرط تحت اللي أنا غيرته. خلصنا سيشن النهاردة، تمنيت لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.